أعزائي مشاهدي بوابة الفجر، معاكم هدى السيد من محافظة المنوفية. النهاردة في سباق أكبر مسابقة جمال الخيل هنا في محافظة المنوفية. زي ما حضراتكم شايفين كل متسابق واقف وماسك الفرصة الخاصة بيه. طبعا لكل فرصة من دول اسم معين، كل فرصة من دول نزلت تحت تدريب معين علشان خاطر النهاردة تفوز بالبطولة وتفوز باللقب طبعا اللي هي تبقى أحسن حاجة. كمان احنا ملاحظين ان في ناس طبعا بتسرح الفرصه بتاعتها وكمان بيظبطوها علشان خاطر تدخل السباق. اسمها ايه يا فندم؟ دي ملكه ايجا. ملكه ايجا جهزتها بقالك قد ايه؟ بتجهزها بقالك قد ايه؟ جهزها يا فندم بقالك 3 شهور. ثلاث شهور. قولي بقى، بيبقى لها نظام غذائي معين؟ بيبقى لها اكل معين، تمشي على برنامج بنبقى مشيوه ده لمده 3 شهور. ولها بقى شاور معين، الحاجات دي كلها تبقى مميزه برضو لها؟ كل حاجه مميزه لغايه بعد البطوله. وبعد البطوله بتعملوا فيها ايه؟ بعد البطوله بترجع تعيش عادي بقى في المزرعه زي اي فرصه، وبعد كده لما يكون في بطوله ثانيه بتبدا تحضرها ثاني من جديد. انت بتختارها في المزرعه على اساس ايه؟ على اللي بتختاري احلى حاجه في المزرعه. احلى حاجه عندك في المزرعه انت بتاخدها عشان تدخل السباق. عشان تبقى مشرف قدام الناس. اسمها الملكه ايجا؟ ملكه ايجا. ان شاء الله تفوز في السباق. ما زلنا معكم اعزائي المشاهدين، زي ما حضراتكم شايفين طبعا هنا في حصان تاني برضه داخل المسابقه بيستعد. Thank you.